طبعا اكيد محفز اللعيبه اللي هم يلعبوا قدام الجماهير، وطبعا انت عارف عشان اللعيبه معظمها صغيرين في السن وكده، فهل الضغط الجماهيري انت حضرت اللعيبه اللي هيبقى فيه جمهور كتير والجمهور ده يقدر يساندهم يبقى عامل ايجابي؟ وكلمه طب بعد ما السؤال ده للجمهور بقى، رساله للجمهور من كابتن ميدو. طبعا اللعيبه يعني كلهم عندهم خبرات، كلهم لعبوا قدام جمهور قبل كده باستثناء واحد او اثنين، واللعيبه الصغار انا كتير زاد الحضاره نفسها للعبه امام الجمهور. احنا بالنسبه لنا جمهور الزمالك هو سلاحنا، هو اهم سلاح احنا فاقدينه في المباراه اللي فاتت، والمستوى اللي انتوا شفتوه المباراه اللي فاتت لو معانا جمهور المستوى ده هيزيد 50%، لان احنا عندنا احنا عارفين اهميه وجود الجمهور معانا، وعدم وجود الجمهور في الدوري بيساوينا يعني من الناحيه المعنويه بعض الشيء من الفرق الثانيه. الجمهور اللي هو سلاحنا بيقدروا الفرق دي كلها. حتى عدم وجود الجمهور في مباراه الدوري احنا متفاهمين موقف الدوله وصابرين لغايه دلوقتي ما حدش فيه جمهور، لكن احنا طلبنا من الكرات الافريقيه اللي عملت اسم مصر لازم يكون جمهور في الشله. الحمد لله حصلت استجابه كويسه من المسؤولين في وزاره الداخليه وبشكرهم ان هم سمحوا للجمهور ان هو يخش. رسالة لجمهور نادي الزمالك، أتمنى إن هم ما يبقاش أي خروج عن مصر خلال الخط، لأن إحنا في وقت صعب في البلد، عندنا أولويات، ولازم يدوا يودوا رسالة للمسؤولين ورسالة للعالم كله إن المباراة يوم الأحد إن شاء الله تدي يعني تدي دافع للمسؤولين إن هم يسمحوا للجمهور بعد كده يدخلوا مباراة في الدوري العام. حتى عندي سؤال الاسلام